ميزوري 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 بعد ذلك مهزم تصل الكرة إلى رويت رويت يخلص والهدف الهدف الأول لبداية الفريق التونسي الهدف الأول لبداية الفريق التونسي قصبة من الرويتي تتصل بأحد المدافعين ويكون الهدف الأول لبداية الفريق التونسي في دقيقة 17 هدف عنده قيمة كبيرة إيش هدف عنده قيمة كبيرة ياسر بن عمر يعتبر جماعة من مسيرة التعادل هدف الفريق القومي التونسي الآن يتمكن من تسجيل الهدف الأول لفريقه إلى ياسر قلنا إن الفريق القومي التونسي قادر باش يوصل إلى مناطق المنافس قادر باش يوصل إلى مرمى زكي هذا أمامكم الرويسي عبر فرحته فرحته أمام وكذلك الجمهور التونسي الجمهور التونسي لا تابع للغزيرة القصيصة ثم زوج سيارات سرتان وصلوا الآن وكلهم يشجعوا الفريق التونسي في هذا الملعب هدف حقيقة من ذهب بالنسبة للفريق القومي التونسي ما توصلش الكرة إلى المهزمة تم قرفة وششان هذا ششان ولكن هدف التعادل كانت غلطة من ششان خيري كان بالمرصاد خمسة وعشرين ثقة لعب هذه الإعادة لاحظوا القصفة من التيمومي شفت الشوشان معرفش كيفاش يمسك الكرة شفت دم مرة أخرى في الشوشان ولقى محاولة كذلك المحجوبي تصبح النتيجة هدف لهدف دقيقة 25 حذاري حذاري الهدف الثاني كريمو على ما اعتقد كريمو مري الهدف الثاني من كريمو مري الدفاع بس كان ثم بعده ثم بعده غريبة ما عرفت كيفاش يحكم سواء الدفاع شفته كريمو مري وحده خلاه بدون محاصرة بدون محاصرة اذا نسيل بواحد 31 ثقة لعب 31 ثقة لعب هذه الإعادة لاحظوا خلف الرأسية من كريمو مري في ظرف 6 تيمومي تيمومي يغير الاتجاه الإمام باهي الإمام إعادة الدفاع نبيل معلول توفيق المهزي توفيق المهزي نبيل معلول هجوم أكسفات الفريق التونسي ثم زمان الإمام من ناحية اليسار زمان الإمام وطارق زوز غزوز باهي المراوغة من الإمام الإمام عاود على كورتو مراوغة أخرى وتشميد اللعب ذكاء من الإمام ذكاء من الإمام من هذا في المنازل ثم يدق الجزاء ثم طارق غيام طارق غيام يقف على الجزاء وهدف الهدف الثاني الهدف الثاني لفئة الفريق التونسي طارق غيام طارق غيام يسجل الهدف الثاني في 47 دقيقة لعب 47 دقيقة لعب والفريق التونسي يحسن النتيجة عن طريق طارق غيام الهدف الثاني هدف الثلاث شهرين يهز يقول هذا الفريق القومي التونسي يأمن بحلوله ويتمكن في أرض المغرب بالرباط بالذات من تسجيل عن طريق قيدو في الفريق تعرق المعلم يتمكن ويخلي السمكة تتكلم مرة أخرى في الذهاب في المنزل ومرة أخرى في المغرب مسجد وتفي تعرق غياب في هذه اللحظة بالذات يعدل النتيجة هدفين لهدفين ويمكن الفريق التونسي من الترشح إلى الأدوار النهائية.